السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا اليوم غادي نوجد معكم بسطيله ديال الحوت كتجي رائعه جدا، وخليكم تكتشفوا المقادير ديالها. اول حاجه عندي هنايا قطع ديال الملوسه، الهبره ديالهم فيها شي نشوك. عندي فواكه البحر المخلط، عندي هنايا السوجا، عندي بكيه ونص ديال الشعر ياسينيه، شامبينيو معلو قطع صغير، بصل توا قطع صغير وبصله وحده، عندي هنايا فلفل اخضر والاصفر وحده مقطعين صغيره، زيتون على حسب الكميه اللي بغيتو، والليمون مسير، وراق سيناد الغار، موسى. عندي هنايا اربع فصوص توم، سوليمي انجيلاس، ما عرفتيش كيقولوا له بالعربيه. ومهم عندي الجبن، غادي نتاو غادي نضيفو فيه، والكالامار شويه ديال عفوا ديال الجامبا غادي نزين بها، والابزار والملح والفلفل الاحمر وشويه صوص طوماط. هنا اول حاجه ضفت الماء، غادي نعملو يسخن الشعر ياسينيه اللي غادي نضيف عليها. هنا عملت المقله فوق النار، غادي نضيف فيها جوج معالق كبار ديال الزبده، غادي نبقى ندوب فيها على الشكل هذا حتى تذوب لي كامله، وغادي نضيف البصل ديالي باش يتقلى لي حتى يذوب نهائيا. المهم هنا ديس البصل، غادي نبقى نقلب فيه هيدا. تذوب ديك الزبده شويه، وغادي نضيف عليه فلفل احمر والثوم وفلفل اصفر. هنا ما كانش عندي متوجد الفلفل الاخضر ولكن ماشي مشكل، وغادي نضيف فلفل احمر، وغادي نخليهم يتقلاو مزيان مع بعضياتهم حتى يطيحوا تماما، مش ما يبقاوش شابرين راسهم، خاصني ضروري يكونوا طيبين مزيان، يعني ملي كتعط العطه ما كتحسش بديك بصل اولا فلفله في دقمك. غادي نخليها هيدا تطيح لي مزيان، ودابا بين من ما طابت لي مزيان ضفت لها نص كاس ديال ليمون العصير الحامض او سيترون، وغادي نبقى نقلب فيها على هذا الشكل هذا حتى تشربوا نهائيا، ما يبقاش فيه داك المرق ديال السيترون. غادي نزيد عليه 8 معلقه كبيره ديال السوجا اولا معلقه ونص، وغادي نخلط عاوتاني باش ديك المكونات كيتخلطوا لي مع بعضياتهم. وني عاوتاني يعني خليتهم طابوا شويه، وزدت عليهم شامبينيو معلب، وغادي نزيد عليه ورق سيدنا موسى، غادي نزيد عليه الحامض مسير. هنايا الحامض ما زودتلوش اللب ديالو الدخلاني ديالو، خليته هذاك هو اللي كيعطينا اللذه في البسطيله ديالنا. وهنايا زيت الزيتون حتى هو مقطع قطع صغير، وغادي نبقى نخلط المكونات ديالي مع بعضياتهم هيدا. وهنايا غادي نبدا نضيف في العطريه، هنايا مس معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، وغادي نزيد عليه دامة البنة ديال السمك. الا كانت عندكم لقمه ديال السمك ما احسن، يعني كتعطي واحد اللذة اكثر واكثر. هنايا ما كانتش عندي العطريه ديال السمك، عملت غير دامة البنة. وهنايا مس نص معلقه صغيره ديال الابزار ماشي عمره، حيت عندي حار. وهنايا عملت ضفت الملح، الملح نتوما كتخلطوه كتالي وكتخلط المكونات ديالكم، ديك الساعة كتصحو الذوق ديالكم واش خاصكم تزيدو الملح أولا لا. هنايا ضفت معلقة كبيرة ونص ديال قزبر ومعدنوس عندي يابس، أنا كنفضل يعني نعمل في بسطيلة الحوت ربع يابس من الأحسن، ما كنعملوش يعني هيدا خضر.
صافي كنبقى نخلط على هذا الشكل هذا حتى تدخل لي العطريه مع بعض دياتهم. وهنايا غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الهريسه، انا ما عنديش صراحه حاره بزاف ولكن هي اللي عندي، ولكن يعني ضفت لها الابزار حيت هو حار، كتعجبني انا البسطيله تكون حاره شويه. هنا ضفت جوج معالق ديال صوص طوماط وغادي نبدا نحرك فيهم شويه، وغادي نزيد عليه سوريمي قطعته حتى هو قطع صغيره، هنا كان يعني طابلي كل شيء، كنزيد يعني على غير المعلبات كنزيد لهم هيدا باش ما كيطيحوش بزاف كيبقاو مشبرين في راسهم. ودابا غادي نزيد عليه الفواكه البحر اللي نقيتها وزود لها قشور، غادي نخليها غير تسوط هيدا شويه حيت ما دغيا كيطيبو. وهنايا بيض ممسخ للماء ضفت عليها شعريه ديال الشينوا، غير غادي نخليها غير غادي تطيح شويه وغادي نزولها، ما خصنيش يتعجل لي مزيان غير تفزك وترطب، غادي نصفيها في الماء. هيدا غادي نبقى نعملها غير هيدا باش نفتحها على بعضياتها. وهنايا ضفت شويه ديال البزر اللي كان مع داك الفواكه البحر، زلتهم عليهم وسلقتهم، هيدا ضروري خصهم يتسلقوا شويه في الماء، داكشي هذاك اخر ما بغيتش نسلقو، بغيت غير نقلي هيدا مع الخضره حيت دغيا كيطيبو. وصافي هنايا الحشوه طابت صافي، يعني كما كتشوفوا يعني تشربت مزيان نهائيا، ما بقاش فيها داك المرق ديال السيترو ديال السمك اللي كيطلق الماء ديالو نهائيا، خاصني ضروري تتشرب لي المريقه عاد كنزولها فوق النار. وهنايا ضفت شويه ديال الزبده باش غادي نقلي فيها داك قمرون غير شويه، وغنضيف عليها شويه ديال الملح وصافي، غادي نبقى نحرك فيهم بشويه بشويه وغادي نبقى نقلب فيهم حتى يطيبوا لي. اصلا يعني قمرون كما كتعرفوا دغيا كيطيب، وبالزروك هانتوما كتشوفوا هو كيتسلق. صافي غادي نبقى نقلب فيه هيدا غير يعني كطيب على النار مهيله دغيا، يعني دغيا كيطيب. وهنايا كما كتشوفوا يعني صافي كمل الطياب ديالو وزولتو على النار، يعني بهاد الزبده هادي فهاد المقله غادي نقلي داك السمك اللي خليته هو اخر حاجه، وغادي نبقى نوضعو على هاد الشكل هذا، وغادي نضيف عليه شويه ديال الملح فوق منه. كما كتعرفوا السمك الابيض دغيا كيطيب، ما كيحتاجش يعني طياب كتير ولا شي حاجه، دغيا كيطيب. وغنضيف له شويه ديال الابزار، صافي غادي نبقى نقلب فيه هيدا كيف ما كتشوفوا دغيا كيشبر الطياب. صافي هنايا غادي نبدا نزول في السمك ديالي، من الاحسن يعني البسطيله ديال الحوت احسن تعملوا لها يعني السمك الابيض من الاحسن ام من الازرق،
يعني كتجي صراحه مزيونه بزاف، وعاد يعني ما كتعبكش ملي كتكون فيها الحوت يعني الازرق كيكون فيه بلعه ديال الشوك، ضروري خصك تبقى تنقيه. وهذا هذا لا، هذا يعني الابيض كيكون يعني منقي. انايا بديت كنقيه يعني كنقول ما نعرف تكون فيه شي طرف ديال الشوك، خصني ضروري يعني هيدا نبقى نفليفه باش ما نعرف نلقى هيدا شي شوكه مع الوليدات الصغار. ثم كتعرفوا يعني غير كياكلهم ساكن راه ما يعرفوش شنو كاين داخل. انا بديت كنفتت فيه هيدا على هاد الشكل هذا. المهم ما لقيت فيه حتى شي شوكه صافي. المهم هنايا انا وجدت هذا ديالي، غادي نضيف عليه داك انجيلاس ونضيف السمك وغادي نبقى نقلب فيه هيدا حتى يتخلطوا لي مع بعضياتهم. صافي يعني المكون ديالي ولا الحشوه كامله طيبه. هنايا جبت واحد الاناء اللي غادي نخلط فيها المكونات مع بعضياتهم، الشعريه صينيه والحشوه. هنايا الشعريه صينيه انا ضروري يعني كنقطع ماشي قطع يعني كثيره صغيره، يعني كنحاول غير هيدا نفتتها شويه باش ما كيجيوش هيدا خيوط طوالي. وهنايا غادي نضيف عليه الحشوه ديالي وغادي نبقى نقلب تجانسوا لي مع بعضيتهم. يعني كما كتلاحظوا يعني المقله يعني فيها شي نهائيا يعني حس ديال المرقه ولا زيت، يعني جات مشبره في راسها، جات مقليه مزيان. يعني شحال ما جات الحشوه ديالنا ناشفه كتخلي لنا داك الورقه ديال البسطيله كتجي لذيذه ومزيونه وكتجي مكرمله وما كتجيش فازقه وما كتعجنش نهائيا. هنايا غادي نضيف الجبن، عندي هنايا الشيدر والموتزاريلا مخلطين مع بعضياتهم، كيعطيونا واحد اللذة في البسطيلة. صافي هنايا الخليط ديالي انا خلطته. وهنايا عندي هاد الورقة هادي صراحة المهم ماشي بحال ديال المغرب، ديال المغرب واعرة بزاف، هادي ديال هنايا كتجي يعني صراحة كتجي ناشفة بزاف، خصنا ضروري نعطيوها الزيت. وخا زعما زيتها مزيان كتبقى ناشفه سبحان الله، ماشي بحال الورقه ديالنا العاديه كتبقى يعني كتجبرنا البسطيله كتجي مزيونه وكتجي يعني كتجمع. هذه لا هذه واخا كنعملها في هنا كاينين واحد جوج الانواع هنا في الاسبانيا، بالحق صراحه انا كنزعم على هذه اخرى كتقطع لي بزاف، يعني واخا كنشبر غير ورقه كتقطع لي في يدي. المهم هنايا هذه بديت كندهن فيها. هنايا بديت كنجيب الورقة كنضيف على السينية اللي غادي نوضع فيها البسطيلة، انا غادي نعملها يعني على شكل مستطيل. غادي نبدا ندور عليها هاد الورقة هادي، يعني كما كتلاحظوا يعني ماشي بحال ديالنا كتبقى واقفة ما كتطيحش نهائيا يعني كتبقى يعني الورقة كما كتشوفوها قاصحة، يعني واخا كنشبرها في يدي قاصحة ماشي رطبة. المهم ماشي مشكل غادي نعملوها، وهي الصراحه اللي كنعمل دائما والحق هايدا كتجي زعما الصراحه مزيونه كتجي مكرمله. وغادي غادي نضيف وحده في الوسط كنعوض فيها على هذا الشكل هذا، بعد يعني ماشي كبارين كيف ما كتعرفوا يعني صغارين هادو. وصافي هنايا غادي نضع الحشوه ديالي لداخل. غادي نبدا نحاول نبقى نسرح فيها حتى نعوض الجوانب ديالو كامله، كنبقى نبدا كنتبع في الحشوه حتى نعوض الجوانب باش كتجينا معوضه البسطيله. وصراحه كتجي مزيونه ولذيذه وكنتمنى تجربوها.
وهنايا غادي نوضع الورق من فوق منا، غادي نحاول نعوض الجوانب. هذا الشكل هذا كنحاول نعوض يعني الجوانب، عاد نضيف الورقة اللي غادي نوضع من فوق منها. باش في الجوانب ما تخرجناش يديك الحشوة. وغادي نبقى مستمرة على هذا الشكل هذا حتى نسالي بصديلة كاملة. وغادي نوضع وحده في الوسط، غادي ندخلها، نحاول ندخلها لداخل باش تجبر مع الورقه اخرى. وهنايا غادي نوجد يعني الزيت اللي غادي ندهنها من فوقي، كتعطيها واحد اللون واعر ومزيون، وكتعرف باللي ملي كتشوفها في النظرة الاولى كتعرف بلي هي ديال الحوت. كتمنى من شويه ديال الزيت، كنزيد عليها الفلفل الاحمر، وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان، وغادي نبقى ندهن فيها سيده بالبانسون فوق منها. ودابا غادي نقرب بلاطو الحدايا، وغادي نبقى ندهن فيها كامله على هذا الشكل هذا. وهنايا نسيت ما دخلت في ديك الجوانب الثانيه، نسيت ما دخلت شي، دابا غادي ندخلهم ماشي مشكل. غادي نحاول ندخلها بشويه باش الورقه ديالي ما تقطعش معايا، وصافي. المهم غادي نكمل على الدين ديالها. ودابا بالملمس اللي سمدين ديالها غادي ندخلو للفرن، راني سخنته من قبل درجة الحرارة عالية، يعني كان طابت من فوق وجبدتها باش غادي نقلبها. هنايا كيفما كتلاحظو يعني تم من تحت الدس كطيب، وغادي ندهنها حتى هي بديك الزيت.
وغادي نبقى مستمره عليها على الشكل هذا حتى ندهنها كامله وحتى الجوانب. ودابا بدي نساليتها كامله بالدهن غادي ندخلها تكمل الطياب ديالها النهائي وغادي نقدمها معكم في طبق التقديم. البسطيله ديالي ها هي الطبق كيف ما كتشوفوها، يعني جات محمره ومقرمله. زينت هيدا بشويه ديال الجبن وشويه الحامض والقيمون هيدا في الجوانب. وهي الوصفه ديالنا ها هي ثلاث اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بكومونتير ولايك سبسكرايب وتابوناو عندي باش تتبعوا كل مواجدي ديالي. وخليتكم على خير.